من الموضوعات الهامة اللي رصدتها الصحافة العالمية ووسائل الإعلام في العالم بأنه الالتهاب الكبدي الغامض وإصابات كثيرة، أكثر من 91 إصابة في العالم، وده هيخلينا كمان نتعرف عن هذا الموضوع. خلينا ناخد تفاصيل أكثر بدقة. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا شيخي، تحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك الكرام. اهلا بحضرتك يا دكتور. يعني يمكن الحالات اللي سمعنا عنها الغير معروف سببها ده، كلمنا عنها ووضعها بالنسبه لنا ايه يعني؟ يعني خليني في البدايه اشرح لحضرتك ايه هو الموضوع. الموضوع ان هناك لوائح صحيه عالميه او دوليه، هو اطار قانوني بيلزم الدول بابلاغ منظمه الصحه العالميه في حاله ظهور أمراض تخالف النمط المعتاد في الدولة. وتتم تقوم الدول من خلال ممثل أو ضابط الاتصال أو منسق اتصال اللوائح الدولية العالمية الخاص اللي موجود في كل دولة بإبلاغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الدولة دي في حالة ظهور أي مرض مش معتاد في هذه البلد. فضابط الاتصال في دول المملكة المتحدة، بريطانيا وأيرلندا وأسبانيا بالإضافة للدنمارك وهولندا، لاحظوا أنه في أطفال مصابين بأعراض التهاب الكبد الوبائي بدون ما التحاليل المعملية تثبت وجود لا الفيروس A ولا B ولا C ولا غيرها من الفيروسات. تمام. والأعراض اللي موجودة عند الأطفال دي في سن من سن 11 ل 13 سنة هي عبارة عن قيء وإسهال واصفرار مع الإعياء وارتفاع في أنزيمات الكبد. منظمة الصحة العالمية نزلت على الموقع هذا الخبر. إحنا في مصر دورنا كدولة أن نتابع كل المستجدات الصحية العالمية بحيث يبقى عندنا دايما تحديث وتطوير لكل المعلومات للحفاظ على الأمن الصحي المصري والأمن الصحي العالمي. تمام. عشان كده قطاع الطب الوقائي أرسل كتاب دوري لكل المديريات بيقول لهم ان منظمه الصحه العالميه تم ابلاغها بوجود هذه الحالات في الدول اللي انا ذكرتها، وبينا من باب المعلومه ومن باب تحديث المعلومه للطواقم الطبيه العامله في الطب الوقائي. طيب اول حاجه، احنا في مصر هل هذه الحالات عندنا في مصر؟ لا، مش عندنا في مصر. هل هذه الحالات تنتقل من شخص لاخر؟ لم يثبت حتى هذه اللحظة انه في. طيب يبقى احنا هنا عندنا حاجتين بنؤكد عليهم، لا يوجد حالات في مصر ولا تنتقل ده خبر ولا في انتقال وبائي من شخص الى اخر. طيب احنا ايه اللي احنا عملناه؟ اللي احنا عملناه ده هو توعية وتحديث للمعلومات عند الطواقم الصحية العاملة. تمام. في قطاع الطب الوقائي سواء في الجامعات او في المديريات الصحة المصرية عشان دايما نبقى معلوماتنا محدثة ويبقى عندنا معلومات دائما متواصلة مع ما يحدث على مستوى العالم. أكيد. ده كل الموضوع، وبالتالي الموضوع ده لا يخص الوضع الصحي الوبائي في مصر من قريب أو من بعيد، لكنه من باب تحديث وتطوير المعلومات التي تصل من باب الوقايه. يعني خلينا نقول هي يعني العالم. اي حاجه بتحدث في العالم اي من حقنا ان احنا كمان ناخد وقايه لاي شيء قد يحدث، وده اعتقد من باب الوقايه ان احنا يبقى عندنا هذا الحذر. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزاره الصحه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التاكيد على هذه المعلومات بانه لا يوجد اي اصابات موجوده او تم الابلاغ في مصر ولا هذا المرض ينتقل من شخص إلى آخر.